موهبة الهلال المظلومة نايف كريري أهلاوي وبشكل رسمي، وهل ستنتهي أزمة الظهير الأيمن في الأهلي بعد كل هذه المعاناة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فارس أو فارس أوفيشال. مقطع جديد، مقطع اليوم راح يكون عن لاعب نادي الأهلي الجديد نايف كريري. ولكن قبل بداية مقطع اليوم، قبل ما أبدأ أتكلم عن اللاعب ومسيرته كاملة، إذا لسه مشتركت في القناة فوق على يسار الشاشة طالع على الكلام، اضغط عليه واشترك، خلينا نوصل 125 ألف مشترك اليوم. كل اللي باقي لنا قبل 3000 مشترك هو عدي شخص الشركة، إنه بإذن الله استمتعك محتوى القناة. اضغط زر لايك عشان يوصل هذا المقطع أكبر عدد من الأشخاص، ولا تنسون تذكرون الله عز وجل. وخلونا الآن نبدأ في مقطع اليوم. إذا ما كنتم عارفين، فإدارة النادي الأهلي أعلنت قبل قليل وبشكل رسمي توقيعه مع الموهبة نايف كريري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادما من نادي الوحدة. طيب فارس، من هو نايف كريري؟ نايف كريري هو لاعب سعودي من مواليد 1998 تحديدا الموافق 16 إبريل، أي أن اللاعب يبلغ من العمر 24 عام، وهو أكبر طبعا من ظهير النادي الأهلي الأيمن الأساسي، أتكلم عن علي مجرشي اللي يبلغ فقط 22 عام. فنايف كريري 24 عام بينما علي مجرشي 22 عام. خلينا نتكلم أيضا عن إحصائيات اللاعب وتفاصيل اللاعب. اللاعب قدمه المفضلة هي القدم اليمين، ونقدر نقول أنه ما يلعب إلا فيها فقط، نادرا نشوفه يستخدم اليسار، وفي أغلب الحالات يلعب بالقدم اليمين فقط. سبق له في مسيرته اللعب في مركزين، وهو مركز الظهير الأيمن ومركز قلب الدفاع، وكانت في مباراة واحدة فقط، وبعض الأحيان ممكن المدرب يعتمد عليه كجناح أيمن بسبب قوة اللاعب الهجومية، وغير أنه اللاعب سريع جدا، وهو هذا اللي يميز اللاعب تقريبا من ناحية السرعة، فاللاعب سريع جدا. طيب خلينا نتكلم عن الأندية اللي مثلها اللاعب في مسيرته. اللاعب في مسيرته ابتدأ من نادي الهلال ومن براعم نادي الهلال حتى وصل للفريق الأول في نادي الهلال في عام 2018، وشارك معاهم في البطولة العربية اللي شارك فيها الهلال في عدة أسماء شابة لو تتذكرون هذه البطولة، والهلال طبعا خرج من دور المجموعات، فاللاعب كان متواجد في هذه البطولة ولعب عدد كبير من المباريات، وطالعت لكم المباريات عبر الشاشة. بعد ذلك في عام 2018 انتقل من نادي الهلال إلى نادي الفيحاء على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وبعد ما عاد إلى الفيحاء على طول منتقل من نادي الهلال إلى نادي أحد في الموسم اللي بعده اللي كان يلعب في الدرجة الأولى. وهنا اللاعب اصطدم بمدرب النادي الأهلي الحالي الأستاذ يوسف عنبر، اللي فقط راح يقود مباراة الخلود، وبعدها راح يكمل عمله كمستشار فني في النادي الأهلي مع السير فان وينكل. نعم، اللي ما كنتم عارفين، يوسف عنبر ما هو مدرب مستمر للنادي الأهلي أبدا، هو فقط عشان مباراتين لين ما يقعون مع المدرب الجديد، وبعد رح يعود لعمله كمستشار. فهناك اللاعب اصطدم بالأستاذ يوسف عنبر، وشارك معاه في عدد كبير من المباريات مع نادي أحد، وقدم مستوى يعتبر جيد نوعا ما في دور يلو، حتى في الموسم اللي بعده انتقل رسميا من نادي أحد إلى نادي الوحدة اللي كان يلعب في الممتاز، وعاد من هذاك الوقت اللاعب استمر مع نادي الوحدة حتى عامل الحالي. وطبعا في عام 2021 اللي يعد أحد أفضل المواسم لهذا اللاعب مع نادي الوحدة، اللاعب شارك معاهم في 13 مواجهة، 12 منها لعب بشكل أساسي. خلال هذه 13 مواجهة اللاعب صنع 8 فرص، عنده 7 مراوغات ناجحة، عنده 7 افتكاكات ناجحة، 13 إبعاد للكرة، و11 اعتراض للكرة، واللاعب ما ساهم إلا بهدف واحد فقط، وكان عن طريق الصناعة. وفي نفس الموسم أيضا اللاعب حصل على 3 بطاقات صفراء، وحصل على بطاقة واحدة حمراء مع نادي الوحدة. في الموسم الماضي اللي نادي الوحدة لعب فيه في دور يلو، اللاعب شارك معاهم في عدة مباريات، والكويس في هذا اللاعب نقدر نقول أنه متعود على أجواء دور يلو. اللاعب يعني مثل أحد في موسم كامل مع يوسف عنبر، وبعدها مثل نادي الوحدة في الموسم الماضي في موسم كامل معاهم في دور يلو. فاللاعب نقدر نقول أنه متعود على أجواء دور يلو، متعود على الأندية الموجودة في دور يلو، وعارف نظام أغلب الأندية، فهذا الشيء كويس للاعب. وغير ذلك هذا اللاعب راح يخلي علي مجرشي يحس أنه في أحد ينافسه على الخانة، لأنه لو تلاحظون آخر مبارتين علي مجرشي قاعد يقدم مستوى سيء جدا، اللاعب منخفض مستواه، خلونا نكون صريحين مع بعض، وقاعد يشكل نقطة ضعف في النادي الأهلي في آخر مبارتين. فإنك تخليه مرتاح بدون ما يكون له منافس، هذا الشيء ما راح يطوره أبدا، بالعكس راح يخليه يبقى نفس ما هو، وممكن يصير مستواه أسوأ وأسوأ،
وممكن بعدها يضطر إدارة النادي الأهلي أنها تبيع عقده أو تعيره أو حتى تفسخ عقده. لذلك صفقة نايف كريري أنا بالنسبة لي الإيجابية الأكبر في هذه الصفقة أنه اللاعب راح ينافس علي مجرشي على الخانة وراح يحسسه أنه أنت مو لحالك ترى في هذه الخانة، في منافس لك وممكن في أي وقت أخذ منك هذه الخانة وأصير أنا اللاعب الأساسي في النادي الأهلي، وهذا شيء وارد جدا. وأنا أتمنى أن اللاعب هذا يحصل على فرصة في حال علي مجرشي ما أثبت نفسه في مباراة الغد أمام الخلود. إذا واصل على مستوى عادي جدا في المباريات الأخيرة لازم هذا اللاعب يبدأ بشكل أساسي من المباراة القادمة اللي راح تكون أمام العروبة، لأنه ما أعتقد أنه اللاعب ممكن يلحق يشارك في مباراة الغد. ممكن يتواجد على دكة البدلاء لكن مستحيل تبدأ به بشكل أساسي. طبعا اللاعب أيضا من الأشياء اللي تميز أنه سبق له تمثيل المنتخب السعودي للشباب في عدة مواجهات، والكويس أيضا في هذا اللاعب أنه تأسس في نادي الهلال وبيئة نادي الهلال مختلفة جدا، وممكن أنه أعطت هذا اللاعب خبرة كويسة عشان يقدر يكون متواجد مع هذه الأندية. وأكبر دليل أنه اللاعب في أغلب الأندية اللي مثلها كان يتواجد معاهم بشكل أساسي في عدد كبير المباريات. على العموم أنا ما أقدر أقول لكم أنه الصفقة ممتازة ولا أقدر أقول لكم أنه الصفقة سيئة. الصفقة نقدر نقول أنها مناسبة فقط لدوري يلو لا أكثر. يعني لو هذه الصفقة تمت في دوري المحترفين مقارنة بالأظهر الموجودين في الأندية الكبيرة أنا أشوف هذه الصفقة راح تكون عادية جدا وأقل من عادية حتى، ولكن على إمكانيات دوري يلو أنا أعتبر هذه الصفقة نقدر نقول أنها مناسبة لا أكثر، تحديدا أنه هذا اللاعب سبق له واللعب في دوري يلو في موسمين، موسم مع نادي أحد وموسم مع نادي الوحدة. وغير ذلك يوسف عنبر يعرف هذا اللاعب ويعرف إمكانيات هذا اللاعب، واللاعب شارك معاه في عدد كبير المباريات زي ما انتم شايفين الآن عبر الشاشة. هذه الأيام اللي كان يلعب فيها اللاعب مع نادي أحد وقتها كان يوسف عنبر مدربا للفريق، واللاعب ترى مع نادي أحد في هذاك الموسم وصل لمراكز متقدمة. لعلمكم نادي أحد في الجولة 26 الدوري، طبعا 38 جولة، في الجولة 26 النادي كان متصدر ومقدم مستوى جدا كويس، واللاعب كان أحد أهم الركائز الأساسية في الفريق. النادي الأهلي طبعا بصفقة نايف كريري ما راح تكون هي الصفقة الأخيرة، فبحسب الأخبار أنه لسه النادي الأهلي يمتلك ما بين 3 إلى 4 صفقات قادمة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن أحد الصفقات الجديدة أيضا غير نايف كريري اليوم عبر حساب النادي الأهلي. على العموم حان الآن وقتكم أنتم يا متابعين الأعزاء تعطوني آراءكم تحت في التعليقات حول صفقة نايف كريري، وهل تشوفون اللاعب كويس من خلال المقاطع اللي شفتوها والإحصائيات اللي أعطيتكم إياها ومسيرة اللاعب أو لا. أنا منتظر آراءكم تحت في التعليقات، وإذا استمتعت في هذا المقطع وعجبك وحصلت على المعلومات اللي تبغاها عن اللاعب طلبين بسيطين منك. الأول اضغط زر لايك عشان يوصل هذا المقطع لأكبر عدد من الأشخاص ويشوفون هذا اللاعب يعرفوه. الشيء الآخر اشترك في القناة وأنا مسهل لك العملية زي ما شايفين الآن فوق على يسار الشاشة طالع لك شعار القناة، اضغط عليه واشترك. خلينا نوصل أكبر عدد من المشتركين اليوم، ووعد أي شخص يشارك أنه بإذن الله استمتع محتوى القناة. على يمين الشاشة في مقطعين جدا مميزين، اختار أي واحد منهم ووعدك بإذن الله أن يعجبك. لا تنسى في ختام كل مقطع تذكر الله عز وجل وتتابعني عبر حساباتي المواقع التواصل موجودة تحت في التعليقات في الوصف. شكرا لكم ومع السلامة.